السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمين. اخواتي وحبايبي الكرام، من جد لقاءنا معاكم من قناة تربية الأرانب مع أبو نرمين. متنساش انزل تحت اشترك في القناة، فعل زر الجرس، ادعم الفيديو بلايك. حلقة النهاردة يا شباب حلقة مهمة جدا، تلقيح الأرانب. امتى ألقح النتاية بعد الولادة؟ امتى اني ألقح النتاية بعد الولادة علشان أتجنب سلسلة الأم، أتجنب إن الأم ترضع عيالها كويس، أتجنب إن الخلفة تطلع بأفطمة عمر 35 يوم يكون وزنهم كويس. يا جماعة مبدئيا كده قلنا أهم شيء إن أنت تصبر على الأم على الأقل أسبوع إلى 10 أيام. يا شباب أسبوع إلى 10 أيام، ممكن في اليوم التاسع تحط النتاية للذكر، إن شاء الله هتقبل التلقيح. معانا أم يا شباب، الأم ديت اللي كانت والدة في الشقارة، اللي كانت والدة في الشقارة على الأرض. يوم ده يا جماعه تعالى هنا كده، انا كده مدربين. يوم ده يا شباب انا كنت ملقحها يوم 8 9، ولدت هي يوم 9 10، رجعت تاني تلقيح يوم 13 10، ولدت 14 11. ولدت كام؟ 14 11. وادي عيالها يا شباب، ادي ايه عيالها، بسم الله ما شاء الله زي الفل اهم. تمام يا شباب، يعني النهارده 23 11، دي عيالهم يا شباب هم ان شاء الله معاها 9 ارانب زي الفل. تمام يا شباب، النهارده 23 كام؟ النهارده 23 11، وهي والده يوم 4 11، يبقى كده بالصلاه على النبي بقالها النهارده 13، بقالها 9 ايام، بقالها 9 ايام يا شباب، 9 النهارده 9 ايام. خلفتها ما شاء الله كويسه جدا، عدوا 9 ايام ما لقحهاش في اليوم الثاني من الولاده او اليوم الاولاني من الولاده، عشان امه ترتاح تاخد حاجتها بعد الولاده يا شباب، عشان امه صحه كويسه معايا والخلفه تاخد حقها في الرضاعه. معانا الذكوره ومعانا النتايه، عشان تعرف النتايه دي يا جماعه ان هي محمره ولا لا، او ابيض مفتوح ولا لا. بتمسك النتايه يا شباب وتقلب النتايه كده وتشوف فتحه الحاجه بتاعتها، لونها احمر وردي زي ما انتم شايفين كده، باينه معاكم الفيديو يا جماعه زي ما انتم شايفين كده، دي لونها احمر وردي يا شباب. تمام يا شباب، هنبدا نحطها مع بعض للذكر وشبه تقبل التلقيح على الهويه، لونها احمر كده ان شاء الله هتقبل التلقيح وهيكون في تخصيب وهتعشر ان شاء الله معانا بسرعه. يلا بينا يا عمر يا جماعه، لف كده معانا بالكاميرا كده من يمين. الذكر يا شباب ادي النتايج، نحط كده نتايج الذكر ونشوف هتعمل ايه مع الذكر، هتقبل التلقيح ولا لا. انا هديلك تبقى لفوق، شايفين يا جماعه؟ شايفين النتايج هي اللي بتطلع فوق الذكر؟ شايفين يا شباب النتايج هي اللي بتطلع فين؟ هي اللي بتركب فوق الذكر اهي، ارفع لك بشره كده. شايفين يا جماعه؟ شايفين شايفين شايفين؟ يا ريس انت رافع خالص، بس الذكر هو اللي ايه، هو اللي مش عارف يظبط نفسه. ماشي، طب هنحط له الذكر التاني ده كده يا شباب، لان الذكر اصلا مش عارف ماله كده. تمام، هنحط له الذكر دوت اهو بالصلاه على النبي اهو، عارف كده بالكاميرا. شايفين يا جماعه النتايه هي اللي بتطلع فين؟ هي بتركب على الذكر، يعني النتايه هي اللي عندها الخصوبه. النهارده اليوم التاسع، عشان ترجع تقول لي يا ابو نرمين ده انا بحط النتايه ما بترفعش ما بتبقاش التلقيح، لان النتايه عندي هي اللي قبل الذكر، هي اللي طالعه فوق الذكر. يلا يا حبيبي، هوب، شفت يا جماعه؟ خلاص ده كده جابها وده كده جابها يا شباب. في الحاله زي كده بقى ارجع ورا شيلها شويه. الحاله زي ديت ان انا بعمل ايه يا شباب؟ بمسك النتايه بقلبها كده اه يا شباب، ثواني كده، ايه يعني حاجات بسيطه كده، ايه بحيث ان الحيوانات البنيه بتاعت التلقيح تدخل فين؟ تدخل على الرحم ان شاء الله، ويحصل ان شاء الله معاك عمليه ايه؟ تخصيب، والارنبه ان شاء الله تولد. الارنبه ان شاء الله ايه؟ تولد يا شباب. طبعا احنا هنشرح برضه من ضمن الموضوع، هل ينفع ان اسيب النتايه مع الذكر يوم او اتنين في العين بتاعت الذكر؟ طبعا غلط، ما ينفعش ان انت تسيب النتايه مع الذكر في العين بتاعته. ليه؟ ان الذكر لان ده فضلت مع الذكر في قلب العين، هيفضل الذكر يعمل عمليه تلقيح كتير على النتايه. تمام، وكتر التلقيح اوقات بيفسد التخصيب، بيفسد التخصيب. كمان ممكن الذكر من كتر الاحتكاك الذكر في التلقيح مع ظهر النتايه، الذكر يجي له التهاب في العدد الذكري بتاعه، يلتهب يحمر، يحصل له التهاب من كتر الاحتكاك فين؟ في الشعر. كمان ممكن الذكر ما يلقحهاش، ممكن ما يلقحهاش في اليوم اللي انت سبت النتايه مع الذكر،
ما تتلقحش، وحضرتك اعتقدت ان انت تلقحها تيجي تحطها تاني يوم تزوم ما ترفعش، تالت يوم تزوم ما ترفعش، حضرتك تفكر ان كده ايه الليله اللي اتقبلت مع الذكر تم الترجيح في ايه، تشيلها وتحطها بالعلبه بتاعتها، تفضل تحسب بعد كده لان تاها 30 يوم تلاقيها ما ولدتش عشان خاطر ما تمش ايه التلقيح. فلازما ان انت النتايه بتقعد مع الذكر 5 دقائق بكتير او 5 دقائق 10 دقائق، يلقحها قدام منك مره مرتين وتشيل النتايه ترجعها فين؟ في العين بتاعتها تاني مره او مرتين. طب هل يا ابو نرمين ان ينفع القح النتايه من اكتر من ذكر؟ ايوه يا حبيبي ينفع تلقح النتايه من ذكر واثنين وثلاثه، واعمل لكم عمل دلوقتي قدام منكم تجربه عمليه في الفيديو. طبعا انا لقحت من ذكر ده ماشي، هنحاول نحطها برضه للذكر ايه ده تاني، نشوف شو هتعمل ايه معاه. هو الذكر هتعمل ايه معاه؟ طب هنحاول كده عشان العين كبيره على الذكر يا جماعه، الذكر ده 4.5 كيلو. حاول كده نزله على اشوف هنعمل ايه معاه على الارض، نشوف كده هتعمل ايه معاه. تيجي يلا هات اجينا شويه. رضاد الذكر اللبن اللي تجيلها معانا تعالى تجيلها من نرمين. طيب الذكر كان شبه اكس اكس ولا لا؟ شايفين يا جماعه اهو ما شاء الله، شايفين يا جماعه خلاص هي كده ايه تلقحت من الذكر ده كمان، يعني ده كمان تلقح. شوف شوف شايفين يا جماعه هي رافعه نفسها، هي رافعه نفسها. في برضه نقطه واحد يسالني يقول لي يا ابو نرمين بعد التلقيح النتايه إيه عملت حمام ميه، عملت ايه حمام ميه ونزلت إيه حاجه كده زي الجل كده يا ابو نرمين، نزلته على المشمع، هل كده الارنبه ديت هتمسك عشار ولا لا؟ اقول لك يا حبيبي التلقيح تم تمام التمام، مفيش اي مشكله. الماده الجيليه اللي تنزل ديت دي ماده الذكر بيفرزها بعد التلقيح، تمام، دي ماده الذكر بيفرزها بعد التلقيح، مفيش منها اي مشكله خالص خالص عادي. دي بتعمل عمليه سد لفتحه الرحم عشان خاطر ايه السائل بتاع الذكر ما يرجعش تاني يا شباب، عشان ما يرجعش تاني. ماشي يا شباب اهو ابتدى برضو ايه نعرضها على الذكر الثالث اهو، حطها برضه الذكر ايه الثالث. شوف اكسرها ولا لا اهو، شفتوا يا جماعه كسرها برضه نفس الطريقه يا شباب. يبقى كده تم التلقيح من ثلاث ذكور تمام يا شباب، الحمد لله لقحت من 3 ذكور عادي. وفي نفس الوقت هتقول لي مثلا واحد يقول لي يا ابو نرمين ده المفروض احط له الذكر الثاني بعد ساعه او بعد ساعتين ابدا احط له الذكر الثاني، لا يا حبيبي انا هحطها زي ما انتوا شفتوا كده في مده الفيديو 10 دقائق اتلقحها 3 مرات خلال مده الفيديو، 3 مرات من كل ذكر مره، ممكن اعرضها مثلا على ذكر مثلا اتلقحها مرتين وذكر ثاني اتلقحها مره، تمام يا شباب. فيبقى تكتفي بتلقحتين او 3 بالكثير قوي تمام. وطبعا اهم شيء السجلات، اهم شيء يا جماعه السجلات ديت لازم زي ما انتوا شفتوا القلبه دي يا شباب تعملها كده، القلبه دي مهمة جدا تمام، ده بتساعد على التخصيب عند الأرانب إن هي يحصل عملية إن شاء الله حمل بسرعة بإذن الله يا شباب. طب إحنا أنا عايز برضه أعرض على الذكر الباب كم مرة قدام منكم ماشي، علشان برضه إيه يعني نشوف هترفع تاني الذكر بعد 3 تلقيحات ولا لأ. ليه بقى؟ وواحد يقول لي يا أبو دين الأرنبة عنده عشار وترفع تقبل التلقيح. أيوه يا حبيبي الأرنبة بتبقى عشار وتقبل التلقيح. نعرضها كده على الذكر كده الباب، شوف شوف مع ذلك برضه لسه يعني 3 تلقيحات لسه بترفع وتقبل، ممكن تقبل طول الليل تفضل كده ترفع للذكر تمام. ما ينفعش انت تسيب النتايه بقى مع الذكر طول الليل، ما ينفعش انت تسيب النتايه مع الذكر طول الليل، ليه؟ غلط على النتايه، كتر التلقيح
ماشي سبع ثمان مرات وتسع مرات زي ما هتقول لي يا ابو نمي ده اتذكر لك هنتي عندي يجي 8 9 مرات سبتها معاه 9 مرات شايفين يا جماعه شايفين يا شباب هوب هوب تم التلقيح كده يا شباب وبالصلاه على النبي كده خلاص تم التلقيح. فطبعا ديت يا شباب كانت حلقه النهارده ازاي القح الارنبه امتى القحها بعد الولاده مده التلقيح قد ايه عارف ان التلقيح بعد الولاده ب 10 ايام على الاقل مده التلقيح 5 6 دقائق 10 دقائق بالكتير قوي عدد التلقيحات 2 او 3 يوم ما يزيد عليه خالص 3 4 تلقيحات هل ينفع القح من اكتر من ذكر ايوه شفته في الفيديو لقحت من 3 ذكور وطبعا دي كانت حلقه النهارده اشكركم لحسن المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.